العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تصريحات خاصة للتلفزيون العربي إنه اجتمع بسفراء دول مجلس التعاون الخليجي لدى الأمم المتحدة في نيويورك عشية زيارته إلى لبنان. وأكد غوتيريش أنه يعمل على إقناع دول مجلس التعاون الخليجي بتقديم الدعم للبنان بما يسهم في تعافيه الاقتصادي، معتبرا أن المستوى المطلوب من الثقة بين لبنان وهذه الدول كان قد فقد، وأن استعادته يجب أن تكون بالحوار. قبل المجيء إلى لبنان، ناقشت مع سفراء دول مجلس التعاون الخليجي في الأمم المتحدة الوضع اللبناني وأهمية التضامن العربي مع لبنان. طبعا هناك مسائل سياسية، ولكنها يجب أن تحل بالحوار. بالتالي سنفعل كل ما يمكننا للمساعدة في دعم إعادة الثقة التي ستمكن دول مجلس التعاون الخليجي من أداء دور مهم في تعافي الاقتصاد اللبناني وفي وحدة العالم العربي. وأكد غوتيريش أنه اقترح على الجانب اللبناني إجراء تحقيق مستقل في انفجار مرفأ بيروت، واقترح كذلك دعم التحقيق بتمويل خارجي في حال وجود حاجة لذلك. وشدد غوتيريش أيضا على ضرورة التحقيق في انفجار المرفأ بطريقة نزيهة وجدية وشفافة من جانب السلطة القضائية، وبناء على مبدأ فصل السلطات حسب القانون والدستور في لبنان. فصل السلطات هو عنصر أساسي لأي ديمقراطية، وأعتقد أنه أساسي للسلطة القضائية بناء على القانون والدستور، وعليها أن تقوم بدورها وأن تحقق. لا بل اقترحنا استخدام تحقيقات مستقلة وأن تحصل على الدعم والتمويل من الخارج في حال الضرورة. يجب أن يكون هناك تحقيق جدي ونزيه وشفاف من جانب السلطة القضائية. وتفقد غوتيريش مقر قيادة قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان، حيث اطلع على عمل الوحدات المتمركزة على طول الخط الأزرق، كما التقى قائد اليونيفيل واستمع منه إلى ما آلت إليه الاجتماعات الثلاثية غير المباشرة ومفاوضات ترسيم الحدود والخروق المستمرة للقوانين الدولية. واستكمالا وتفصيلا لزيارة غوتيريش للبنان، ينضم إلينا من بيروت مفتى التلفزيون العربي نبيل أبي صعب عن أبرز ما تحدث به غوتيريش نبيل وأبرز ما قام به أيضا في لبنان. نعم، هذه التصريحات التي استمعنا إليها من الأمين العام للأمم المتحدة مؤشر واضح على مقاربة مختلفة يعتمدها الأمين العام منذ انتخابه لولاية ثانية. يتحدث بلغة واضحة وصريحة ومباشرة، ولا يتجنب استفزاز بعض المواقف. رأينا هذا في عدد من تصريحاته في الشأن اللبناني. من الواضح أنه يدفع بشدة لدعم التحقيق والاستقلالية للسلطة القضائية في انفجار مرفأ بيروت. هذا موقف قد يستفز بعض الأطراف السياسيين في لبنان. أيضا يشدد غوتيريش على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في نهاية مايو أيار، وأيضا هذا موقف قد يستفز بعض الأطراف. يؤكد غوتيريش على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن، وخصوصا ما يتعلق منها بحرية تنقل وتحركات قوة اليونيفيل الدولية العاملة في جنوب لبنان. غوتيريش كان قد أنهى منذ قليل زيارة لمقر قيادة اليونيفيل في منطقة الناقورة في جنوب لبنان، وأيضا مقر المفاوضات الثلاثية حيث تجرى المفاوضات على الحدود البحرية. ومن هناك انتقل وهو في طريقه ربما الآن إلى مقر وزارة الدفاع اللبنانية لعقد اجتماع ثنائي مع قائد الجيش اللبناني. غوتيريش كان استقبل هنا في مقر إقامته، أحدثكم من أمام مقر إقامته في بيروت، استقبل هنا عددا من الشخصيات اللبنانية، ولكنه زار الرؤساء الثلاثة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة. والزيارة الرابعة التي قام بها إلى مقر رسمي هي مقر قيادة الجيش وقائد الجيش. هذه يعني زيارة ملفتة لم نعلم عنها قبل مجيء غوتيريش إلى لبنان. في الشأن السياسي الداخلي، طبعا زيارة غوتيريش تتزامن مع أزمة سياسية كبيرة. هناك حديث عن
صفقة قد تتم وقد تؤثر على مجرى التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، وأيضا تتعلق بطعن قدمته كتلة نيابية كبيرة بقيادة التيار الوطني الحر وهو حزب رئيس جمهورية لبنان. هذه التسوية يتم الحديث عنها حتى الآن. رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ليس جزءا منها وفق تصريحاته العلنية على الأقل. بالنسبة إلى غوتيريش كان أيضا واضحا في هذه النقطة، سألته أمس في المقابلة عن رأيه في احتمال قيام صفقة من هذا النوع، أعاد تكرار موقفه المبدئي بضرورة فصل التحقيق القضائي عن التسويات السياسية وأن يتم التحقيق بشكل مستقل وشفاف. نعم. ونزيه، لا بل تقدم خطوة إضافية داعيا إلى حتى الاستعانة بتحقيق بتمويل ودعم خارجي. شكرا جزيلا لك من بيروت مفتي التلفزيون العربي نبيل أبي سعد.